حلقة جديدة من تواصل دوت كوم، والأمطار لا تزال ومعها تتواصل معاناة النازحين في مناطق متعددة بالعراق. دعونا نلقي الآن نظرة على ملفات هذا العدد من تواصل دوت كوم. في العنوان الأول سنتوقف عند مياه الأمطار التي تغمر مناطق واسعة في ديالى وكركوك، والمياه أيضا تبدأ جريانها بعد جفاف في نهر دويريج، هذا في موضوع آخر. إلى عنوان آخر، حيث الظروف الصعبة التي يعيشها النازحون في مخيم الحردانية بمحافظة صلاح الدين بسبب الأمطار في البصرة شارع محمد القاسم، وهناك مأساة تنذر بكارثة وصور تظهر جانبا من العاصفة الترابية التي حدثت في المحافظة. العنوان الأخير سيكون مع مواطن يتصل على قسم شكاوى الكهرباء مرات عدة لاستفسار بشأن الكهرباء وما من إجابة تذكر. جانب من الأمطار الغزيرة التي ملأت مناطق واسعة في محافظة ديالى نشاهده في المقطع المصور التالي معا. طاب البيت، شوف البيت، البيت طاب. لا تعليق. الآن إلى كركوك، وهناك أيضا المياه تملأ وسط المدينة وتغزو الأسواق وسط تعطل لحركة المرور والحياة وغياب مستمر لدور الحكومة الخدمي. قلب الحدث الخير لا يهاجر من العراق وإن استبد الساسة فيه وتسلطوا على خيراته. بعد جفاف طويل، المياه تعود لتجري في نهر دويريج، تابع جزءا من مقطع مصور وفيه المياه وهي تغمر مساحات كانت جافة لفترة من الزمن. هذا هو المياه. على وعلى وخر خلقنا من الماء كل شيء، سبحان الله. هذا الماء الآن بدأ ينقي نهر الدويريج الذي كان يجف منذ فترة طويلة يعني من الزمن. طبعا هذا التأخير في تقدم الماء بسبب الشقوق الكثيرة الموجودة في داخل العلاوي. يد الشر تهدم ويد الله تعمر، والخير في العراق باق رغم كل المفسدين. وعلى ذكر المفسدين الأمطار، هذا الخير السماوي يذكركم ألا تنسوا الفاسدين النازحون في خيام لا تقيهم سيول الأمطار، شاهدوا واشهدوا على عذابات أهلكم. يا عم حسين، هاي غرقانة قدامنا. السلام عليكم. الآن احنا في مخيم الحردانية مثل ما تشوفون، طبعا مأساة، يعني رسالة لكل السياسيين وكل من يقف حجر عثره بعودة هؤلاء الناس، هذا الأمة العراقية البريئة. احنا الآن في ساعات متأخرة من الليل، كهرباء ماكو، الخيم غرقانة، فراشهم بالقاع، يعني شنو هذا؟ يعني احنا جينا نريد نقدم لهم شيء، ما نقدر نقدم لهم شيء. رسالة لكل شريف، الكل مسؤول بالحكومة العراقية، هذا الأمة العراقية يقبل أمه هي اليوم بايتة غرقانة وجهالهم هذول؟ شوف جهالهم، صور جهالهم بالله. تعال شوف لك يمه، يعني خالتك ما اقدر اقول.
والله خالد تبللنا وفضنا من اول سنه المليون سنتين تمطر علينا وتسخمنا ولطمنا. وشوفوا بيوتنا شلون تسوت، خش بيها الماي وخش بيها صخام وما عاد نقدر كل شيء نسوي. شوفوا خلي مره شوف لك قدام خالتك. هسه شوفوا كيف. حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا عمل وهذا عمل خير. وفوقها جلينا شيء بهالمطار. جهالكم وين حاجياتك؟ والله اقصد شيء تحولتهم. لا حول ولا قوة إلا بالله. لكم الله أيها النازحون المعذبون، ولكم أهلكم من المواطنين العراقيين الأحرار الذين لم يعدموا نخوة الإخاء وما زال فيهم لأهلهم الانتماء الكبير. إذا نسيتكم الحكومة وتجاهلتكم قاصدة، فإن أهلكم في العراق لن يتركوا البرد ينهشكم، وحتما سيتحركون لأجل نجدتكم، ولا شك في هذا. جانب من المعاناة والكوارث المحتملة في شارع محمد القاسم إلى البصرة نذهب الآن. يطلعكم على هذه المعاناة وعلى هذه الكارثة المحتمل وقوعها، يطلعكم عليها المقطع المصور القادم. تحية طيبة أحبائي، اليوم من وسط ما بات يعرف بشارع الموت، وهو شارع محمد القاسم اللي يربط بين المطار والمدينة الرياضية واللي يربط بين الزبير وشمال البصرة. هذا حال الشارع، جاي تشوفون ايش قد الطشتين، واحد اثنين شبرين. حكومة سارعت بكل امكانياتها وبكل طاقاتها لاصلاح بواسير خالد العطية، لكن هذه الحكومة عاجزة عن اصلاح هذا الشارع اللي بيه حياة مئات المواطنين. كم حادث بحادث باليوم، كم عائلة تنقلب سيارتها وتموت على هذا الشارع المميت. هذا اليوم احنا بالنهار، شلون بالليل؟ تفضل تفضل شوف الشارع. أين البلديات المحلية؟ غائبة. أين الحكومة؟ مشغولة بالترويج للوجوه القادمة. أين من يعملون لتجنيب أرباب أسر ومواطنين كوارث محتملة في شارع محمد القاسم بالبصرة؟ أين المسؤولون؟ هم يحضرون ولكن في غير أماكن الدور الذي من المفترض أنهم جاءوا لأجله. أما المجال الخدمي فهم متعمدون أن يغيبوا عنه ليرسخوا الكارثة ويتباكوا عليها لاحقا. في البصرة أيضا عاصفة ترابية، شاهدوا جزءا منها. أحد المواطنين اتصل بقسم شكاوى الكهرباء، لكن هل رد عليه الموظفون الذين يتقاضون رواتب من الشركة التي هي مملوك للدولة وهي ملك عام؟ تعالوا نتابع كيف المسؤولون في هذه الشركة يردون بكل اهتمام على مدار الساعة على المواطنين الذين يتصلون حتى يستفسروا بأمور الكهرباء وما شابه. تعالوا نشاهد هذه المكالمة معا. من الساعة 6 الصباح ولحد الآن كهرباء ماكو، ساعة بيش ساعة 3 ما بالشكاوى ما الكهرباء ما يجاوب حضرة الجنازة. بعد ما نحطين رقم ما الشكاوى ما الكهرباء هذا ما حد يجاوب. وأنا وزير كهرباء ده من 6 الصباح لحد الآن كهرباء ماكو والظلام الزين قاعدين على الصوبة والعنتين ما قاعد يجاوب أبو الشكاوي. يقول لك راح تتحسن الكهرباء بالعراق. في فقرة آراءكم ومن خلال تصافحنا لموقع فيسبوك وجدنا أن هناك قضية لفتت انتباه كثير من الشباب العراقي الذين يكتبون عبر موقع فيسبوك. القضية هي كالتالي: عند معبر الشيب
تم توقيف أكثر من 100 إيراني حاولوا العبور إلى العراق بتأشيرات مزيفة. طبعاً العام الماضي نحو 500 ألف إيراني دخلوا العراق دون تأشيرة أصلاً، والفضل بهذا يعود إلى الحكومة الكريمة جداً مع إيران، أما مع شعبها فأنتم أدرى بكيفية معاملة العباد وجوقته لكم. عموماً سنعرض عليكم الآن صورة لأحد جوازات السفر وفيه التأشيرة المزيفة، ومن ثم نقرأ عليكم التعليقات. هذه الصورة وفيها التأشيرة المزيفة التي حاول من خلالها مواطن إيراني أن يدخل إلى العراق ومعه ما يزيد عن 100 مواطن إيراني آخرين. الآن سنقرأ عليكم تباعاً التعليقات التي تحدثت عن هذه القضية. في التعليق الأول نقرأ عليكم ما كتب فهد. فهد يقول: هذا الجار ما شاء الله، لو مخدرات، لو تزوير، لو دخول البلد عنوى بدون فيزا. هنا يتحدث عن الدور الإيراني في العراق، عن الكوارث التي تستورد من هناك، عن حكومة للأسف تغض الطرف عن بعض الكوارث التي تحصل. هذا الحدث ربما يتكرر لاحقاً كما تكرر سابقاً. متابع الآن تعليق جديد. لؤي يكتب: حكومة العراق فتح حدودها لهيج ناس حرامية وقتلة ومزورين وحشاشين دمروا العراق وشعبه. لؤي يتحدث هنا عن تساهل الحكومة، لم يكن مهادنة، إن لم يكن نوع من الاستسلام التام للجانب الإيراني. يدخلون أدوية فاسدة، يدخلون حبوب مخدرة، ربما يدخلون أشخاصاً أيضاً غير مرغوب بهم، ويجرون فساداً ووبالاً على الشعب العراقي، ولا يهتمون لا لأمن الشعب ولا لاستقراره. إلى تعليق جديد على هذه القضية: محاولة دخول 105 إيرانيين إلى العراق بتأشيرات مزيفة. حسن الأنباري يكتب: وماذا عن 500 ألف الذين دخلوا في العام الماضي بحجة الزيارة؟ تماماً كما ذكرتكم في بداية هذه الفقرة من آرائكم. هذا الشاب يتحدث ويقول: هناك مئات الآلاف دخلوا قبل ذلك دون تأشيرة أصلاً إلى العراق، كيف دخلوا؟ ولصالح من؟ وضمن أي تسوية سياسية أو تنازل تم السماح لهؤلاء الآلاف أن يدخلوا؟ والحكومة ترى ولكنها لا تفعل شيئاً، لأنها مستفيدة حتماً كما يقول كثير من العراقيين، مستفيدة من دخول الإيرانيين إلى الجانب العراقي. إلى تغريدة أو إلى تعليق جديد الآن. فارس يكتب: طبعاً لن مستهينين بالعراق ويعتبروا محافظة إيرانية بفضل الحكومة. إذن على ما يبدو أن هناك حالة سخط وغضب ورفض واستياء شديدة من الشارع العراقي لمثل هذا التسيب، لمثل هذه المهادنة مع الطرف الإيراني، لمثل غض الطرف المتعمد الذي لا يخدم عراقاً ولا يخدم أمن أهله ولا يخدم مستقبله، وإنما تندرج هذه المواقف ضمن المصالح السياسية المتبادلة التي لا علاقة للعراقيين بها، وإنما المستفيد هو العبادي وفرقته. إلى تعليق أخير في هذا الموضوع نقرأ ما كتب هيثم. هيثم يقول: هي ظلت على التزوير، مطبب المعلاق الفاسد والكريستال والحشيش، الله أعلم إيش راح يطببون بعد. هنا يتحدث يقول: لقد سمحوا بدخول المأكولات الفاسدة، لقد سمحوا بدخول البضائع المزيفة والمزورة التي تعود بالخسارة على التجار والمواطنين العراقيين. ويتساءل في نهاية تعليقه: الله أعلم ماذا سيدخلون علينا كوارث جديدة من إيران لاحقاً. العراقيون ينتبهون، يدركون جيداً أن هناك حكومة لا تراعي الله فيهم، ولكنهم أيضاً يعلمون جيداً أن هناك من يحاول أن يستغلهم وأن ينفذ أجندته على حسابهم. المواطن يعي جيداً ولن يستسلم ولن يتسامح لأنه لا ينسى. بعد قليل نذهب وإياكم إلى تويتر. الهاشتاج الذي اخترناه لكم اليوم مختلف عن الموضوعات التي تناولناها في سياق هذا العدد من تواصل دوت كوم. سنذهب تحديداً الآن إلى قطاع غزة. بالأمس القريب وقع قصف في غزة، فنشط هاشتاج غزة
تحت القصف. على هذا الهاشتاج غرد الكثير من المغردين العرب والفلسطينيين. نقرأ عليكم أبرز هذه التغريدات التي اخترناها لكم. في التغريدة الأولى نقرأ عليكم ما كتب محمد سعيد نشوان الذي قال: غزة ما زالت تدفع ضريبة الثبات والشرف رغم جوعها وحصارها وضعفها، فأبناؤها لم ولن يبخلوا بأغلى ما يملكون غزة تحت القصف. محمد هنا يتحدث عن واقع الأمة وكيف أن الأمة مشغولة بملفاتها الداخلية وظروفها الخاصة، بينما غزة لا تزال تدفع ضريبة حصارها، ضريبة ثباتها على نهج المقاومة، لذلك تقصف وتبقى ثابتة لا تنكسر. إلى تغريدة جديدة. في التغريدة الجديدة نقرأ ما كتب معاذ الناجا. معاذ يقول: غزة تعيش ظروفا أسوأ من ظروف الحرب، لا كهرباء، لا مياه، لا دواء، لا مستشفيات، لا رواتب للموظفين، وقصف إسرائيلي بين الحين والآخر. معاذ يتحدث هنا عن مقاومات الصمود الغائبة عن أهالي قطاع غزة. 11 عاما ما زال هذا الشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة يدفع ضريبة ثباته، ضريبة صموده، ضريبة إصراره على ألا يتخلى عن جزء من تراب فلسطين، وما زال يتخذ طريق المقاومة دربا ووسيلة ترسله وتوصله إلى فلسطين. إلى تغريدة هي الثالثة معنا في هذا الموضوع. نواف العريج يكتب: لك الله أيتها الحصن الحصين، حباك الله شرف الجهاد والرباط. نواف هنا يرسل برسالة إلى أهل غزة أنكم أهل الرباط، أهل المقاومة، أهل الشرف، أهل الثبات، لكم الله إذا ما نسيتكم الأمة. إلى التغريدة الأخيرة الآن في هذا الموضوع، وكتبت شيماء: لك الله يا غزة فأنت تحت القصف وباقي الدول العربية تحت القهر. إذا كانت غزة تقصف من عدوها، فبحسب شيماء هناك الكثير من الشعوب العربية تقهر بيد أبناء جلدتها، تقهر من أنظمتها، فهي تعيش مرارة لا تختلف عن مرارة غزة، ولربما مرارة غزة وفلسطين أهون من المرارة التي يتكبدها المواطن العربي، ذاك لأن المواطن في فلسطين يواجه عدوا واضحا مغتصبا محتلا لأرضه. أما بقية الدول العربية أو كثير منهم للأسف محكومون بظلم وفساد واستعباد من يحملون ألوان ذات البشرة ويتحدثون بذات اللغة للأسف. نسأل الله أن يحفظ غزة وكل فلسطين، وأن ينعم على أوطاننا العربية بالأمن والسلام، وأن يخلصها من كل المستبدين والفاسدين. بعد قليل نذهب وإياكم إلى فقرة المقاطع المصورة. في المقطع المصور الأول دعونا وإياكم نذهب إلى معلومة قيمة عن جسم الإنسان، وهي معلومة مفيدة لمرضى السكر. نتمنى لكم ولنا السلامة التامة. الجلوكوز هو وقود خلايا جسم الإنسان وأحد منتجات عملية هضم الطعام، لكن دخوله الخلايا يتطلب مفتاحاً خاصاً يسمى هرمون الإنسولين، الذي ينتجه عمال بيتا في مصنع البنكرياس. أحياناً يحدث خلل في إنتاج المفاتيح أو فتح الأبواب، فيتراكم الجلوكوز ويرتفع مستواه في الدم. هذا ما يسمى مرض السكري. النوع الأول منه يظهر عادة في فترتي الطفولة والمراهقة، يحدث عندما يقل أو يتوقف إنتاج البنكرياس لمفاتيح الإنسولين لأسباب مناعية أو فيروسية، لذا يشمل علاج المرضى إمدادهم بالإنسولين. أما النوع الثاني فيصيب عادة الأشخاص فوق سن الأربعين،
وفي هذه الحالة تتوفر أعداد طبيعية من مفاتيح الإنسولين، لكنها لا تنجح في فتح أبواب الخلايا. علاجها يتضمن تقليل الوزن وممارسة الرياضة وتناول الطعام الصحي. كما يوجد نوع ثالث يصيب الحوامل ويختفي عادة بعد الوضع. العوامل المرجحة للإصابة بالسكري متعددة، منها الوراثة وزيادة الوزن وقلة النشاط البدني وغير ذلك. لذا تتضمن طرق الوقاية اتباع نمط حياة صحي. أما أعراضه فتشمل الجوع والعطش الشديدين مع كثرة التبول والإرهاق وغيرهما. أغلب المصابين بالسكري الذين يتبعون العلاج يتعايشون بسلام مع المرض، لكنه قد يؤدي لمضاعفات عدة، منها مشاكل في العينين والكلى وأمراض القلب والأوعية، مع زيادة احتمالات الإصابة بقرح القدم والعدوى، ما يتسبب في وفاة ملايين الأشخاص حول العالم. هل عايشتم حالات للسكري من حولكم؟ عافانا الله وإياكم. نذهب الآن إلى عراقي. هذا الشاب جهز جهازاً خاصاً بالأطفال الخدج، جهزه بتكلفة أقل، لكن أين من يهتم بمثل هذه الجهود الإيجابية للأسف؟ تابعوا هذا الشاب. بسم الله الرحمن الرحيم. أني الممرض فني على حسين عبد الواحد، أعمل في مستشفى باب التعليم النسائي والأطفال في الخدج المنزلي. صنعت هذا الجهاز الفوتوثيرابي الضوء المكثف اللي يعني مسؤول عن الغرفان الولادي. هذا الجهاز سعره عن طريق الدولة 39 مليون. أنا صنعته بالبيت وتركته خاصة، كلفني 850 ألف. شغل هذا الجهاز طريقة دعم المادة، نخلي الطفل بالشواية المصطلح عامة الشواية، راح تحسين الأضوية لها المادرة طبعاً فيها صار كافي الشمعة كل عتبة الآن انقذت 30 سنتيم. وباستطاعت أنا أصلنا وأدعم المؤسسات الصحية CD شلل الدماغ وهو مشاكل راح يصير عند الأطفال. هالطريقة العمل مالته راح يحول اليرقان الولادي من غير مباشر إلى مباشر ويخرج عن طريق الإدرار والخروج. الآن نختم مع قصة صورة ساهمت هذه الصورة بتغيير حياة أحد الأطفال. الصورة هاي غيرت حياتي وخلتني أحسن العالم. يعني يوم اللي جيت هنا ما كنت بتغير، يعني إنه حياتي تتغير بهالكذا، وكان حلمي يعني إنه هيك إنه فوت ألعب رياضة. يوم كنت مارة حتى ما حسيت حدا إنه صورني من ورا. يعني bir gece salondan çıkarken Muhammed'in ayağını terlik, elinde sırt çantası olarak boya kutusunu gördüm. Muhammed'i gördüğüm zaman çok duygulandım, üzüldüm. Bu fotoğrafı çekmek istedim, herkese yayınlamak istedim. Ve fotoğrafı çektim, kendi Instagram hesabımdan Ömer Yavuz olarak paylaştım. O da sağ olsun fotoğrafı paylaştı. Dünya çapında bir ilgi geldi, ilgi alaka gösterildi Muhammed'e. Herkes destek çıkmaya çalıştı. Bir resmini paylaşmıştı. Ben bu resmi görünce çok etkilendim. Kendisine ulaştım, Ömer kardeşimize. Bu resmi bana göndermesini istedim. Kendimiz de zamanında yokluktan geldiğimiz için, bu duyguları çok iyi bildiğimiz için kendi küçüklüğümü gördüm onda. Onu kendi sayfamdan o resmi paylaştım ve arkadaşlarıma ulaşıp onu bulmalarını istedim. İki gün geçmeden bütün arkadaşlar seferber oldu. Adıyaman'daki insanlar hep duygusaldır. Buldular çocuğu, getirdiler. Çok duygulandık. Aldık, ömür boyu kayıt yaptık.
أبي وأبوي ختيارين، أبي ختيارة يعني إخواني صغار ما بيحسبوا يعني أنا عم أشتغل وعيشهم. معلم مصطفى وأبي هو اللي اهتم فيني وداني على المدرسة، والحمد لله يعني هو يهتم فيني ويهتم فيني وعم بعيشها الحمد لله. يصير عندي عضلات حتى اشتغل هين بالنادي. بغض النظر عن واقع الطفل الاقتصادي المرير الذي لاحظتموه في هذا المقطع المصور، إلا أن هناك جانباً مضيئاً ينبغي الإشارة إليه، وهي أنهم استطاعوا أن يحققوا حلم طفل بسيط بأرواحهم العميقة وبإيمانهم أن الإنسانية هي الأبقى. لذلك حققت صورة مسالمة ما تعجز عنه آلاف القذائف. لاحقاً نلتقي وإياكم في عدد جديد إن شاء الله من تواصل دوت كوم، فهذا العدد قد انتهى. نلتقي لاحقاً. إلى اللقاء.